السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي يكون مخصص لزيكزيرسيس دونك اللي قربوا ليه الامتحانات. بالتوفيق لكم جميعا، بون كوراج، ركزوا مزيان، راجعوا دروسكم، خدموا بزاف ديال التمارين، وبالخصوص من تحت الورقة ركزوا مزيان 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 وحاولوا ما تضيعوا حتى شي نقطة. دونك لي زيكزيرسيس اليوم غيكونوا كيتعلقوا بالدرس ديال لا بروبورسيوناليتي التناسبيه. داكوغ، غادي نوريكم كيفاش تخدموا. يعني انا هذه طريقتي الخاصه، طريقتي انا اللي كتجيني ساهله بسيطه وكنكون مأكده من الجواب. تبعوا معايا وكنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو. طبعا قبل ما نبدا، لا داعي انني نفكركم تخليوا لايك للفيديو وتهبطوا للتعليق، تكتبوا لي على الاقل ثلاثه ديال التعليق، واخا تكتب لي غير نقطه ولا حرف باش الفيديو يقدر انه يوصل لبزاف ديال التلاميذ والتلميذات. دونك بروميير اكزرسيس كيقول لي نبداو على بركه الله. Complétez le tableau pour qu'il représente une situation de proportionnalité. يعني السؤال كيقول لي اتمم الجدول باش يكون كيمثل ليا هذا الجدول واحد الوضعيه ديال التناسبيه. قلنا شنو هي التناسبيه؟ يعني الاعداد ديال السطر الاول خصهم يكونوا كيتناسبوا ليا مع الاعداد ديال السطر الثاني. اول حاجه خصنا نحددو هو الكوفيسيون. الكوفيسيون هو معامل التناسب، هو هذا. دونك هذا السطر الاولاني خصني نضربه في هذا العدد باش يعطيني الاعداد ديال السطر الثاني. الا لاحظتوا دائما كيعطيو جوج ديال الخانات عامرين باش كنحددوا الكوفيسيون كيف ما قلت لكم. دونك هنا عندي 3 وعندي هنا 9، كنبقى نقول 3 فاش غنضربها باش يعطيني 9. داكور، دونك هذه سهله، غنضربها في 3 ياك. دونك 3 فوا 3 ايغال 9. هكذا غنبقى نمشي. 7 فوا 3 شحال تعطيني؟ 21. داكور، فوالا. لا 22 × 3 شحال تعطيني؟ 66. داك، دونك من السطر الاول للسطر الثاني غنضرب. ولكن انا الا بغيت من السطر الثاني للسطر الاول، اذا غنعمل العكس ديال الضرب. اذا العكس ديال الضرب شنو هو؟ طبعا القسمه. 7.5 غادي نديفيزيوها ديفيزي بار 2 غتعطيني 2.5. داكوغ، كذلك 12 ديفيزي باغ 3 غتعطيني 4. فوالا، حنايا سالينا للملء ديال الجدول. دوزو دوزيام كيسيون. احمد اشتي 3 كيلو دو بوم دو بري 15 درهم. احمد شرا 3 د الكيلو ديال التفاح ب 15 درهم. كيلي لو بري، شنو هو الثمن qu'il va payer les radis khalas pour acheter 2 kg de même pomme باش يشري ليا جوج ديال الكيلو من نفس التفاح. اذا في نظركم شنو غنعمل هنايا؟ الكاتريام بروبورسيونيل، يعني هو الرابع المتناسب. ردوا معايا البال مزيان كيف كنخدم. دونك غادي نعلمكم كيفاش كنخدموا هذا الكاتريام بروبورسيونيل اللي هو الرابع المتناسب. دونك اولا كنشد، كندير جوج ديال لي فلاش، دو فلاش، جوج الاسهم. كنكتب في اول فلاش لي دوني اللي عطاونا 3 كيلو دو بون دو بري 15 درهم. دونك هنا كنعمل 3 كيلوغرام وهنا كنعمل 15 درهم. لاحظوا دائما العدد نكتبو بالوحده. انا نقول لكم علاش. قال لك كيلي لو بري كيل فا باي بور اشوتي 2 كيلو. دونك هاد 2 كيلو في نظركم غنحطوه هنا ولا نحطوه هنا؟ دائما نفس الوحده يكونوا هنا. دونك هنايا غادي نحطو 2 كيلوغرام. دونك حنا غادي نحتاجو شحال بالدرهم ياك؟ كيلي لو بري، لو بري هو اللي بالدرهم. فوالا، دونك كنجي كنكتب هاد اكس اللي كنحتاجها. دائما ردوا البال، هادشي ديجا شرحت لكم العام اللي فات. دونك كنشد، يعني هذيك اللي ناقصاني اللي خاصني اللي حداها كنطلع بحال هكا وكنضرب هكذا. غير لاحظوا معايا، دونك هنا كيكون الضرب وهنا كتكون القسمه. عقلو، نتمنى تكونوا مركزين معايا. دونك تنكتب 2 × 15 / 3
Donc, x égale 30 sur 3. Donc, x égale à 10 dirhams. D'accord. Donc, juste kilo, radishrihom, bachra drahem. Voilà. Donc, hadi kamla, radiktib li hnaya. Ma'raf, chach, andi espace, ou maktibch fiha. Donc, voilà. Mouhim. Bla ma n'aoud nktibha. Ha, houa l'jawab. Yala, zidou. Troisième question. Dans un collège, fouhad l'i'dadiya, de 360 élèves, élèves, 171 d'entre eux sont des garçons. Calculez le pourcentage des garçons. Voilà. Donc là, je vais vous dire. هاد المعطيات غادي نحولها للكاتريام بروبورسيونيل يعني الرابع المتناسب دونك عندي 360 اليف ياك شحال فيهم من لي غارسون 171 غارسون انا من الجهية غارسون ياك مفهومة Donc, on a le pourcentage. Donc, il y a des fumiers. Il y a des matériels. Mais quand on parle de 5%, je sais que c'est 5%. Il y a des fumiers qui sont comme ça. Et donc, on a 100 élèves. Je sais que c'est un garçon. Vous savez? Je vais vous donner le pourcentage. Donc, il y a des fumiers. هذا في هذا ونقسم على هذا هنا ضرب وهنا قسمه دونك عندي x égale 100 fois 171 sur 360 دونك عطاتني 47.5 دونك غنشد انا غادي نكتب اذا شحال هو البورسونتاج 47% صافي بلا ما نعمل داك الفيركول داكوغ المهم كنتمنى تكون تفهمات ندوزو لدوزيام اكزارسيس دونك ندوزو لدوزيام اكزارسيس صراحة عجبني بزاف هاد الاكزارسيس ردو معايا البال مزيان كيفاش حتى الدرس الكوغ ديال لي زيكواسيون ديال المعادلات كيمكن له يدخل في الدرس ديال بروبورسيوناليتي داكشي اش كنقول لكم الدروس راهم مترابطين هادي اولا وثانيا اي درس درتوه وفهمتيه وخدمتي ليه تمارينه ودوسي في امتحان ما ترميش في البوبال ما تنساش راه غادي تعتاجو تحتاجو دونك ما تخدموش غير لود الامتحانات تخدمو باش تعقلو على الحاجه يلا ندوزو قال لك بروميير اكزارسيس كيقول ليا اكس اي غريك سون دو نومبر رولاتيف داكوغ فواسي دو تابلو دو بروبورسيوناليتي قال لك عطاك هو واحد جوج ديال الجداول ديال التناسبيه هو اكد لك بلي هما جداول ديال التناسبيه اول حاجه كالكولي اكس اي غريك D'accord, donc on a fait un y, le tableau de y et le tableau de x. D'accord. Donc, on a tout mis à la bien qui fait que je vais faire ce tableau. Voilà. Donc, ici, je vais faire un كي كنكونوا متاكدين انه جدول ديال التناسبيه ردوا معايا البال مزيان لهضرتي دونك y فوا 3 ايغال 2 2y بلس 1 ياك ضربت y في 3 وهنا ضربت 2 في 2 x زائد 1 طبعا غنعمل لي بارونتيز يلا دونك هذه هي 3y هنا شنو هنا غندير لاحظوا دخلت الكور ديال لا ديستريبيتيفيتي دونك 2 فوا 2y هي 4y بلس 2 فوا 1 فوا 1 ايغال 2 دونك هنا 3y هاد 4y كاينه في اليمين كاينه في دغوات غنديها لكوش غتولي ليا موان 4y ايغال 2 ياك دونك 3 موان 4 ايغال موان y ايغال 2 دونك y ايغال موان 2 فوالا حنا حسبنا y شحال كتساوي عقلوا على الطريقه ندوزو كالكولي x دونك هاد الجدول هذا كذلك غادي نديرو نفس الطريقه هادي في هادي وهادي في هادي دونك 4 فوا x بلس 1 ايغال 3 فوا x موان 2 عقلو هذا كتسمى بضرب الطرفين ملي كيكون عندي جدول ديال التناسبيه
كيمكن لي نضرب هادي في هادي كتساوي ليا هادي في هادي، ضرب الطرفين كيتساواو ليا. يلا هنا عندي لا ديستريبيتيفيتي دونك 4x plus 4 ياك، وهنا كذلك عندي لا ديستريبيتيفيتي 3x moins 6. دونك هنا نجيب هاد 3x اللي عندي ادغوات نديها لاغوش، دونك 4x moins 3x، هاد moins 6 غتهبط، 4 غنديها جهه اخرى غتولي ليا moins 4. دونك هنايا x 4 moins 3 ايكال 1 ايكال moins 10، دونك y ايكال moins 2 و x ايكال moins 10. داكوغ. دوزيام كيسيون كيقول لي مونطخي كو، لاحظوا ها هي مونطخي كو x سور y ايكال 5. كيفاش غيمكن لي نبينها؟ x سور y ها هي x سور y ايكال، حنا عارفين ان x شحال كتساوي ليا، x كتساوي ليا موان 10 ياك، ها هي موان 10 سور y، y موان 2 ها هي موان 2، دونك موان 10 سور موان 2 ايكال 5. خرجت لي ولا ما خرجاتليش؟ ها هي 5. صافي سالينا التمرين، صافي هادشي اللي فيه. يلا ندوزو لدوزيام اكزرسيس، يلا دونك اللي هو تخوازيام اكزرسيس في هاد الفيديو. الاكزرسيس كيقول لي on considère le tableau de proportionnalité suivant. Voilà. عندي دونك هو اكد لك بلي هاد الطابلو فهو جدول تناسبيه. Calculer le coefficient معامل التناسب de proportionnalité. دونك هنا غادي نخدمو هاد، دونك هذا جوج فاش ضربنا باش تعطيني سبعة، وسبعة فاش غنقسمها باش تعطيني جوج. دونك شوفوا معايا الطريقه كيفاش، لاحظوا دونك قلنا جوج فاش غنضربو باش يعطيني سبعة، اذا جوج في اكس اللي هو عدد مجهول غيساوي ليا سبعة، اذا هاد اكس هو سبعة على جوج. يا اما غنخليها عدد كسري او لا نخدمها بالفاصله، سي ميو انكم تخدموها بالفاصله 3.5، حيت سبعة الا قسمتيها على 3.5 تعطيك جوج، اذا كالكولي لو كوفيسيون خدمناه، كوفيسيون هو 3.5. تفهمت؟ دوزيام كيسيون كومبليتي لو طابلو اوتيليزي لو كوفيسيون دو لو بروبورسيوناليتي، قال لك اتمم الجدول باستعمال المعامل ديال التناسب. فوالا واخا، اذا هنا انا غنعمل بحال هكذا ياك، وهنا غنعمل بحال هكذا. فوالا دونك هنا عندي 3.5 وهنايا 3.5، ونعمل الكالكول ديالي. دونك 35 ديفيزي بار 3.5 غتعطيني 10، 3 غنضربها 3.5 غتعطيني 10.5، 17.5 غادي نديفيزيها بار 3.5 غتعطيني هنايا 5، و 4 غنضربها في 3.5 غتعطيني 14. ساليت تفهمات؟ نعمل غير الكالكول. فوالا يلا ندوزو لاخر اكزرسيس. الاكزرسيس ديالنا كيقول فوالا on considère le tableau de proportionnalité suivant. عندي هاد الطابلو دونك تفهمنا انه قالوا لنا واكدوا لنا بلي هاد الجدول ديال تناسبيه. Premier exercice qui roule, ou la première question, calculer le coefficient de proportionnalité. احسب معامل التناسب. غادي نمشي في الجدول اللي غادي نلقى جوج ديال الخانات بجوجهم عامرين. اذا كنقول 3 فاش غنضربها فاش تعطيني 12، دونك x ايكال 12 سور 3، دونك x ايكال 4. هذا هو الكويفيسيون معامل التناسب. فوالا ونحطو، دائما العدد الصغير كنفكر فاش نضربو باش يعطيني عدد كبير، والعدد الكبير كنبقى نفكر فاش غنضربو فاش غنقسمو باش يعطيني العدد الصغير. كنتمنى من قلبي تكونوا فوالا. دونك شحال قلنا 4 هنايا
fois هي على 2 fois 4 d'accord yala deuxième exercice ou la deuxième question complétez le tableau utilisez le coefficient de proportionnalité اذا اتمم الجدول باستعمال معامل التنزل وردوا معايا البال مزيان راه الا غلطتوا في البروبورسيون في الكوفيسيون غادي تغلطوا حتى في الجدول يلا دونك غنبقى نعمل الكالكول ديالي دونك هنايا 45 ديفيزي بار 4 غيعطيني 11.25 داكور عاود 7 غنضربها في 4 غتعطيني 28 15.5 divisé par 4 غتعطيني 3.875 5 x 4 égale à 20 احنا سالينا داكور دائما في الكالكول مين تحسبوا حسبوا وعاودوا 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 تحققوا بان لي هنايا باقي واحد التمرين يقدر يكون مهم تبعوا معايا دونك ان تي جي في رول بوندون 90 مينوت à la vitesse de 300 km par heure. Quelle distance, شحال المسافه parcourt-il اللي جرى فيها لا باش غنبداو باللي دوني المعطيات عطاونا هادي دونك عطاونا لاحظوا معايا كيفاش دابا خصني نعلمكم كيفاش لي دوني تحولوهم للكاتريام بروبورسيونيل يعني للرابع المتناسب قلنا كنعملو دو فلاش داك مزيان دونك عندي هنايا 300 ها هي كيلومتر بار اون اور ساعه ياك لاحظوا معايا دونك هنايا خصني كيلومتر هنايا اور شنو لي دوني اللي عطاونا 90 مينوت دونك ما غاديش نجي ونحط هنا 90 ها راه هزك الماء الا درتي هنايا 90 علاش حيت باش عندي بالمينوت وباش عندي انا هنا بالاور اذا هاد 90 مينوت خاصني نحولها للاور شحال هي دونك 90 دقيقه راه هي 60 دقيقه و 30 دقيقه راه هي ساعه ونص اذا 1.5 كونوا ذكيين دونك هاد اكس الا غنقلب عليها دونك اكس ايغال فوالا دونك شنو قلنا غنعملو دائما اللي كنقلبو عليه كنجيو لحداه كنطلع هكذا ونعمل هكذا دونك هنا الضرب وهنا القسمه دونك 1.5 × 300/1 فوالا نعملو الكالكول ديالنا عطاتني 450 شنو كيلومتر صافي دونك هذه هي المسافه اللي قطع في ساعه ونص اللي هي 90 دقيقه تفهمات كنتمنى من قلبي تكونوا فهمتوا هاد التمارين ديال لي ديال بروبورسيوناليتي صراحه عجبوني وزوينين مهمين بزاف دونك تفرجوا في الفيديو عاودوا 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 بالتوفيق لكم جميعا كنتمنى من قلبي تكونوا كاملين تجيبوا مزيان نقاط مزيانه ومشرفين وفوالا ما بقاش بزاف زيروا راسكم مزيان في هاد الشهور ما تضيعوش النقاط راجعوا دروسكم ما تضيعوش الوقت دونك نتلاقاو في فيديوهات مقبله ان شاء الله دمتم في رعايه الله